من أمام مركز الاقتراع يشرع في تدوين ملاحظاته ملاحظات تتعلق بمدى إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكاتب الاقتراع. أنور الهاني ملاحظ عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسجل حضوره لرصد كل الإخلالات والتجاوزات التي تحول دون أداء الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم الانتخابي. الملاحظة متاعنا تتركز على مدى جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في توفير الآليات الترتيبية والتيسيرية من أجل تسهيل النفاذ ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع. المدرسة الابتدائية هذه خزندار اللي معناها فيها 6 مكاتب اقتراع، فيهم مكتب واحد اللي هو ينجم يمكن الوصول إليه، والمكاتب الأخرين كلهم فيهم معيقات معناها أدراج أمام الباب. حتى على مستوى تنظيم مكاتب الاقتراع هناك إشكاليات، الخلوة كانت معناها بحذاها طواول معناها، ومساحة الدوران نتاعها صعيبة على شخص ذو إعاقة حركية، لأنه ما ثماش معناها معلقات نتاع لغة إشارات معناها في كيجي خيانا أصدقائنا وذوي الإعاقة السمعية ما ينجموش معناها حتى يتواصلوا معاهم، ما ثماش مترجم. إن شاء الله احنا الملاحظات هذه والإشكاليات هذه سيتم رفعها في تقرير ملاحظات ينقلها أنوار بكل تفاصيلها إلى مركز النداء هذا ليتم تدوينها ضمن قاعدة بيانات تشمل كل الملاحظات التي يرصدها مختلف المراقبين التابعين للمنظمة والبالغ عددهم 141 المنتشرين بحوالي 700 مركز اقتراع بكامل تراب الجمهورية. ديما الصعوبات موجودة خاصة في البنية التحتية داخل مراكز الاقتراع، اللي لقينا حوالي 65% مهيئة خارج محيط مكاتب الاقتراع، وأيضا وجود 85% من حافظات البرايل اللي ماهيش مغطية 100% على حسب الملاحظين متاعنا. أيضا اللي لقينا أيضا عدم وجود لغة الإشارات داخل مراكز الاقتراع بنسبة حوالي 93%. ملاحظات وإخلالات ستدرجها المنظمة ضمن تقريرها النهائي الذي ستصدره نهاية هذا الشهر.